مسألة النساء. النساء هذا مقتضى دستوري أجمع عليه المغاربة بالتصويت على الدستور، والذي يتضمن طبعا في الفصل 19 توجها واضحا نحو المناصفة بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. ما يعني أن الرهان أمامنا جميعا أحزابا وجمعيات ومجتمع وإعلام وكل فعاليات، هو أن نكسب هذا التحدي وهذا الرهان الذي يتمثل في تحقيق مناصفة حقيقية، أولا داخل الأحزاب، داخل هياكل الأحزاب، داخل أجهزتها التقريرية والتنفيذية. ما يعني أن الأحزاب مدعوة لكي تبذل مجهودا أكبر من أجل تحقيق هذا الأمر، وطبعا ذهابا إلى مرورا بالمجالس المنتخبة، بالجماعات والجهات، إلى وانتهاءا بالبرلمان وأيضا الحكومة. إنما تحقيق هذا الهدف لابد أن يتم بالتدرج. نحن في حزب التقدم والشراكية مع المناصفة، مع تحقيق المناصفة قولا وفعلا.